قررت مؤخرا ان انا استغنى عن الزيت خالص، وقررت ان انا اجيب الاير فراير. شفت ريفيوز كتير جدا وشفت اراء الناس كتير جدا ان انا اجيب اني نوع او اني احسن انواع وايه كمان الانواع اللي ما بتغيرش طعم الاكل. فلقيت ان فيليبس وبلاك اند بيكر هما كانوا احسن اتنين لقيت ريفيوز عنهم. بس الصراحه كانت بلاك اند بيكر يعني اكتر من فيليبس، وانا حسيت ان هي مريحه اكتر. كمان حبيت ان هي تكون بالبقر، ما حبيتش ان هي تكون ديجيتال، لان حسيت ان الديجيتال المعظم قال ان هي بتبقى بطيئة قوي في الاستخدام، بعد فترة بتبقى ضعيفة، فالبقر احسن واسهل. زي ما قلت لكم كده، انا شفت ريفيوز اكتر ان البقر احسن من الديجيتال كتير. هنا مثلا بتشوفي انت هتحطي كام دقيقة، من دقيقة عندك لحد 60 دقيقة على حسب انت هتحطي فيها ايه، بطاطس، فراخ، لحمة. واللي تحت كمان دي بقى درجة الحرارة لحد 200 درجة. وكمان هنا في الجزء دوت كاتب لك مثلا ان السمك لحد 180 درجة، من 8 دقايق ل 20 دقيقة. كمان جايب ان اللحمة من 10 دقايق ل 15 دقيقة على 200 درجة. كمان الفراخ على 200 درجة من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. وكمان جايب الخبز تحطيه على اني درجة ومن قد ايه لقد ايه، والبوب كورن وكمان البطاطس. كل الحاجات دي هي مكتوبة عليها نفسها، وهوريكم برضو من فوق مكتوب عليها ايه. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما انتوا شايفين برضو زي ما قلت لكم من فوق مكتوب عليها نفس الكلام، الفرنش فرايز من 14 ل 18 دقيقة على 200 درجة، وكمان الفرايز الهوم ميد اللي بتتعمل في البيت من 14 ل 20 دقيقة على 200 درجة. كل ده هو كاتبه فوق، وكمان كاتبه هنا على جنب بالرسومات بتاعته عشان خاطر تعرفوا هنقعد كل وجبة فيه قد ايه. تعالوا بقى نشوف الحلة بتاعتنا من جوه عاملة ازاي. تعالوا نشوف الحلة بتاعتنا من جوه. زي ما انتوا شايفين كده في الشبكة والحلة تحتها. عشان خاطر افصلهم عن بعض هرفع البلاستيكة دي، ادوس على الزرار ده افصل الشبكة دي عن الحلة نفسها، وعايزة ادخلهم تاني نفس الموضوع. لسه مجربتهاش انا، ولسه مجربتش فيها اي حاجة. هنجرب مع بعض الوصفات بتاعتها ونشوف هتطلع عاملة زي، وهل هتغير طعم الاكل ولا لا. انا اهم حاجة عندي ان هي منغيرش طعم الاكل زي ما كنا بنقليه في الزيت. يعني هتغير تغيير بسيط، بس ما يبقاش طعم الاكل متغير خالص. استنوا بقى نجرب فيها وصفات مع بعض ونشوف الاكل فعلا هيتغير ولا طعمه هيفضل زي ما هو. والحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون ضايقتني فيها هي الفيشة بتاعتها، لان هي 3، فهضطر ان انا اجيب لها فيشة 2 بس. لكن عادي يعني، مش مشكلة، مش موضوع كبير قوي. بس كده استنوا ان احنا نجرب فيديوهات او اكلات بالاير فراير ونشوف فعلا هي هتبقى كويسة ولا لا، طعم الاكل هيتغير ولا لا. بس اهم حاجة ان هي صحية، وهنستغنى كتير سوري في ايه وهنستغنى كتير عن هنستغنى كتير عن الزيت. فده طبعا احسن حاجه واكتر حاجه صحيه. بس كده استنوا فيديوهات بالاير فراير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناه، لايك للفيديو، وسلام.